جادو يا معلم بلولة واد مسلم عبدالله يا عريس سامي زول لذيذ جادو يا معلم بلولة واد مسلم عبدالله يا عريس سامي زول لذيذ بدوي انت بوكس شقة دي روكس شقة دي روكس شقة دي روكس شوفي أعظم نموذج للخدمة المدنية في السودان كان السيك حبيبي على الإطلاق؟ على الإطلاق يخي اللي كانت من أكبر المصالح الحكومية لا هي ما مصلحة هيئة وفي فرق بين المصلحة والهيئة والمؤسسة والشركة والفرق شنو؟ يعني عندك المصالح دي ما كثيرة في مصالح مصلحة المخازن والإهمال مصلحة النقل الميكانيكي شوف النقل الميكانيكي اللي يبنيه يعني شفت على الفكره بتاعتي يعني مثلا ان اي مصلحه حكوميه عندها عربيه دارت تلجينا ما بتقدر تلجينا ما لم تمشي النقل المكانيكي في النقل المكانيكي بيعملوا ايش بيشوفوا قيمه الاسبيرات التالفه في العربيه دي اذا اكبر بيقوموا يلجنوا لك العربيه وتجيب عربيه جديده فهمت نرجع للنموذج يعني مثلا عندك هيئه السكك الحديديه دي كانت هيئة كبيرة أيوة كان في معها الموانئ هيئة الموانئ تابع عليها والنقل النحلي والمرطبات وديل شالوهم بمرسوم جمهوري سنة 74 يا أخي دي معلومات قيمة والله خلاص نرجع للنموذج يعني مثلا عندك القطارات دي دقة المفتش الانجليزي بيمشي يلف في الرصيف معاي كده ويعاين لساعته تجي متاخر يدق على راسك تجي بدري يدق على راسك ماليه والله الانجليزي ما شاء الله يا اخي يا جماعه هنا انا افضل اعز في مبارك الانجليزي يا اخي نخبوا خيرات البلد دي فاتك ايش ده نخبوا البلد دي نهب ماليه هم الانجليزي جو ليش جو استعمروه عشان شنو؟ عشان يعرسوا منك؟ ما جو عشان ينهبوه؟ خلاص ارجع للنموذج. الفوائد والارباح في النظام البنكي الحديث. يعني يا الله ما في فايدة. عم جاز ده راني منفتح. الله لا كسر وكاسر وكان بذهب شو؟ وقفلت التلفزيون وشغلت الفايدة شو يعني؟ ده هنا ربت. هربت من جديد لكن هيهات واصل يا عمجاد ارجع للنموذج مثلا نحن النموذج بتاعنا السكه حديد يعني السكه حديد دي عندها هيكل تنظيمي معتبر والوصف الوظيفي منفصل كل اداره وكل قسم قايم بدور والفرق بينه وبين المؤسسات شنو؟ شوف المصلحة بوصفها القديم جهة حكومية تسوى على الدولة يعني زي الصحة والتعليم أما الجهة الهيئة جهة حكومية بتقوم بمواردها لاحتياجاتها وما مطالب بأرباح يعني ده الفرق بينها وبين المؤسسة نعم المؤسسة قطاع حكومي ما مطالب بأرباح يعني زي الشركة واحد؟ لا الشركة دي أسهم بين مجموعة أفراد أو أسهم بين الحكومة وأفراد أو أسهم بين الحكومة وجهات خارجية يا سلام خلاص نرجع للنموذج اللي هو نموذجنا النموذج السكة حديد البلولة والله ترى من عبد المحسن ما جبته حماق القرايه يا زول حسين انت انسحبت في الامتحان ده بتقول الواسطه ما تقول تشوف القرايه تقرا
انا قال عبد الله بدأت اشرح لك في المسألة دي بتدور عليها اليوم كله عشان كده غير خليك في حالك وبتفتي في منت هسه بفتي لها في معلومات فيني والمعلومة اللي بتفتيها دي ما ادوها كلها في الجامعة ادوها لي لكن هنا بلقاها اسهل وسريعة فهمت؟ الجامعة مفصلة؟ اي مفصلة خليها جاية انا عليها ما اشوف لي عروس انت ان شاء الله يا عبد الله يا عريس الخبير لكن قربت انا في العريس ده يا اخي يا اقول له معلومات معلومات ودي جاتا من معلومات اقول دي مين معلومات ده كلام فارغ شوف لك حاجه يا اخي فيها فايده يا شوف انت ده مو كرهنا مالي مستر جوكسون ما بقدر يعمل اي حاجه ما لم يستشيرني مره وزير الماليه قام عصب معه وزير الماليه ايوه الله البلوله انا بيور عليه العرب يا عبد الله قاعد في زويله ادقش مره قاعد ومره قوم لما نجلس انت النصيب اللي بتغدر المحاشيش الراغيه جواي ونعيش في سبات ونبات ونخلي بنين وبنات بنين وبنات دول يعني حجيبهم زيد الهلالي ما 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 هم هي زي الوالد ايه منو؟ ولادك الله يلي فيه ولاد يوروكم الطفى النور منهم والله يشيل الاشياء اللي خارتوها المزن الواقفة يرموها العربية الماشية يشتروها يكسروا قدارها وين وقفت ينفسوا الاساسي كان رايكم شنو؟ اصعليك الله عبد الله دي حاجة كويسة يا اخي انت ما تتمناون اولاد مهذبين صالحين عشان ينفعوك في المستقبل دايركم مشهور هذول خلاص انت مشهور دول كبير وتخلي ما مزوي صبرك علي يا البلولة والله يعني سيدي يحصل وعينك تشوف خلى المنة عليك الله انسانك خوت علي نعمل شنو الموضوع ده اسمعني رايك شنو نستغل على قد عمجاده الوازع في الشركات والمؤسسات والحياة دي عشان تشوف لنا شغل والله هي هنا فكرة لكن عاين انا كان مشيت معاك ما بقول وانا كان قلت ذاتي ما بيسمعني ما عارف انا الزول ده زي المعادين زول في البيت ده ولا شنو خلاص انا حكاك انا بقول لي اروح اجلس ها وجيب البنين والبنات يلا باشمهندس امشي ان شاء الله عمجاد يشغلكم السلام عليكم السلام ورحمة أي ثقافة جديدة معلومات جديدة معلوماتك يا عم جارو كلها مفيدة والأجمل إنها ثقافة مجانية شوف يا ابني أنا الثقافة والمعلومات اللي بديكم لها دي ما حتلقوها في الجامعة صحيح الله يعطيك الصحة عشان كده يا عم جادو نحن طمعانين في علاقاتك الواسعة بالشركات والمؤسسات وكده عندنا طلب بسيط اطلبوا اي حاجة لكن قولوش لا لا بس نحن بعدين نشتغل تشتغلوا في البحر اي 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 لكن وين البحر خلاص انا اكلم لكم ود الكرسني يشغلكم معاه في البواخر بتاعته ود الكرسني بتعرفوا انت كيف يتمنى يخدمني تمام يا مضمون زاد خلاص كويس كنت اضرب لي ود الكرسني كويس نحن بنمشي نجهز حاجاتنا واجراءاتنا وكده ايوه شكرا لك شكرا لك ليش نوعك ليش بس هو ده حق طرطشت علينا الوليدات فيش نقابين يعني سفرجينو هذول خلوا انت بدل تحديون عليك رايتهم تقول لهم خلاص بسفركم هدي اعصابك وخلي عم جادو يشوف شغله تعرف بنكون محظوظين لو ركبونا البواخر اللي بتمشي اوروبا دي هناك حتشوف عوالم جميله لكن والله يا البلوله انا خايف لك يا اخي من الصدمه والله دي ما نقله حضاريه بالنسبه لي وانت ما لك تصدم دمك قوي ما تذكرني يا البلولة ما تقلب علي المواجع يا البلولة يا دش من يا زول انت زول بس دار اقول لك كلام انت خلك في شغل تقري انا المواضيع دي بقدر عليها بس هنا الناس ما تزرق الحوادث خلي الناس زي المحل من ودوني يودونا عندك عم جاد ما مقصر عم قصر والله ما مقصر لكن في اللي بنع كيف احكي بعد في المشكلة تقول حقتك ها قلنا بقيت عليه زمن اي خلاص هذا نزور من صالح الدعوات افو اقصر الملعب عبد الخالق خلاص اسمع عندي طلبات صغيره كثير يعني. طلباتك شنو الطلبات؟ افضل يا عبد الله شنو الطلبات اللي يطلب شنو مع قرارين وسيارين وقوانين يعني خلاص عليك النجوى اللي بتخلي انتوا ماشيين ليه اوروبا؟
وتقول لي على عليك وسلامي لك قال عليك وسلامي لاوروبا شنو؟ هذا يا شنو؟ اللي لعبطوك 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 اسمه سمع عبد الله اول يعني لعبطوك هاي بيجيبوا لي نكلم الشركه تجيب لك لعبطوك قدر الشباك في شان صاحبك القدر بيد الشافعي ذي الله اكبر الله اكبر الله اكبر الخمس في عيونك الرمس خليته لعبطوك اها موضوع العرايق عملت لنا هو اجل اجل معي فرايد داخليه وشيرتات أنا الحين قصير؟ ها يا ابوي بقر وقال حداك احلي سلام عمجاد كيف؟ مرحبا 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 ها ان شاء الله تكونوا انتصرتوا يا شطار طلعت الجوازات الله يا عم جادو في سخانه برا وحرق مبالغ صفوف زحمه شديده انا الحمد لله رب العالمين تجديد بس لكن البلوله ده بيستلم يوم الخميس ها اتصلت بالزول بدك كلسني هاي هاي اتصلت به ولكن ما رد طيب ما ترجع له ثاني يا لا لا هو صاير مسافر لكن عنده نظام دقيق شفت لما نيجي راجع اول تبادل برجع للتلفون بتاعه المحلي ويلقى النمر كله ضرب له وبرجع لهم تمام اذا تبغى لك ما تكون ما لها برضو عليك الله يعطي الله تدري هو الناس والله يهمني تدري هذا لكن والله على رجل ذا الحزن اقول لك كلام انا زور قاعدين في الموضوع ده غير انت واضح يا عبد الله والله انتوا وراكم قاعدين روحكم بقطعتوا الاثنين قدامي ها وان ما بتقدر تسجل حاجه قبل تحصل عليك الله عبد الله يا اخي عليك الله انا خليتك القلوطه اللي قاعده خليتها اللي فتح يا مرتك قلت لك يا سامي ها قال لك حاجه والله قدر ما قدرت تبتغي جاي بيجاي ما جاب لي سيره يا اخوان ده والعمل شنو؟ والله ما في عمل الا ننتظر بس اخلاق عندي كلام ده انت اخوانا ما تمشون امشون عادي اللي بتتدرجوا فوقكم قولوا له فيه والله ما في انت صحيح انا ما نمشي جاي انا اظن نقول العالم انا طوالي اظلم عايزين ليه عم جاد انا سافرت في هالشيء السلام عليكم جاد كيف تمام؟ يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا عملت لي ايش في الموضوع؟ جات موضوع؟ موضوع الشغل يا عم جاد شغل؟ لا الشغل ذاك انا ما توفقت فيه لكن ممكن يعني ما مشكلة ما مشكلة انا ممكن اشوف لكم شغل ثاني يعني انا ممكن اكلم لكم وتذكر سري ويشغلكم معاه في البحر معاه تاني شقه دي لوكس 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 شقه على شقه يومي فيها عكه فيها ناس بلاوي عندهم حكاوي شكل يومي ربا والشدارة